الماس. شوف، وصل هونداي توسان بحلقة اليوم من حمرة ولا قلعة. قد ما وصلنا توسانز اليوم حاس حالي وكيل الهونداي. سمع الوكيل من غير بواب، هي هالوكالة شايفها من غير بواب بيحكوا عني هونداي توسان. العراقية بقول لك عنها توسون، هي مش توسون، هي توسان، عاصمة مدينة في أريزونا اسمها توسان أريزونا. برضو اخواني طبعا من المعلمية عليكم، انتوا اساتذة، اليوكان اسمها يوكان ليس يوكن. بالعراق قول عنه يوكن. يوكان هي مدينة او منطقة الملاصقة الاسكا، ما بينها وبين الاسكا وبين كندا، منطقة كبيرة وعرة جدا، عليها سموه اليوكن، وهاي تمت على اسم المدينة تبعت اريزونا توسان. اوكي جاهزين؟ ترى مش كتير يعني متفائل، هذيك طلعت فاضية وهذيك طلعت فاضية وهذيك تبعت امبارح شفتوها انتو، فكمان قرعة. بس جاهزين؟ حمرة ولا قرعة؟ ولا اشي ولا اشي. هذا مثلث تبع شو اسمه تبع الامرجنسي. ايش اشي هنا؟ اقول لكم مش يومي انا اساسا، المفروض ما اشتغلش اليوم. هون ايش فيه؟ فيش اشي. ورد كراسي معفنه، وهون الانباط تقريبا كانوا عايشين حاطين شعاراتهم انهم هم كنا هنا اطفال. معناته في اطفال بالسياره، وفي اشاره انها قد تكون ايش، مش مبين ذكر ولا انثى. هذه نظارة لاثنيناتهم، هذول ال شيء ما مبين فاضي. كمان قرابة تكون هاي العلبة فاضية. في استنى، غزني اوتش. ايش غزني هذا؟ كلام عياب. نقلب الكاميرا. غزني باصبعي ابن اللذينة. هذا حلق، هذول اللي فيه الماس. الماس والله الماس. شوف هذا ذهب كالعادة، هاي المغناطيس. نشيك، انا لازم اروح عند صاحبي نشيك مع بعض اللي هي هذه. خليك بالكاميرا. وقطعة الذهب تبعت هذيك اليوم، هاي الالماس، وهذه اذا 14 بتلزقش. والله 14 والله ذهب ذهب. خلينا نروح على محل صاحبي، هو مش موجود، هو بلبنان، بس نروح عنده على الموظفين ونشوف الالماس هذول بقديش مع قطعه الذهب تبع هذيك اليوم. يلا مع بعض.